وهلق راح نعالج أعزائي المشاهدين ملف الصحفيين في سوريا وما تعرضوا له من أجل تغطية أخبار الثورة مع هذا التقرير، ولنا وقفة بعده. قد تختلف الإحصائيات بين جهة وأخرى عن عدد الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين قضوا في سوريا العام الماضي، لكنهم جميعا متفقون على أن سوريا كانت مقبرة الصحفيين في العام 2012، حيث احتلت المرتبة الأولى وعلى كل الأصعدة، سواء لعدد الصحفيين الذين قتلوا أو اعتقلوا أو فروا من بلادهم. وليس بالغريب أن تسبق سوريا العام الماضي دولا ذات تقاليد عريقة في قتل وملاحقة الصحفيين كالصومال وباكستان وأفغانستان والهندوراس، فالإعلام وبإجماع كل المحللين كان له الدور الأبرز في ثورة السوريين وانتشارها على كامل الأرض السورية. وبحسب مراقبين فإن الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 21 شهرا بين المعارضة والسلطة ما كان ليستمر لولا عدسة هؤلاء الناشطين الإعلاميين، فلطالما كان المسؤولون السوريون يعزون سبب استمرار الاحتجاجات في بلدهم إلى وسائل الإعلام ويتهمونها بأنها هي من تحرض عليها. وكم من مسؤول سوري قالها وبصراحة: أوقفوا القنوات عن بث ما يجري في سوريا ونحن نعدكم أن نوقف الثورة بعد أسبوع. منذ البداية أحس المسؤولين السوريون أنه في هذه الثورة هناك شيء مختلف، وهو الصورة التي كان يلتقطها أناس عاديون وهم ناشطون إعلاميون، ثم تقوم وسائل الإعلام المختلفة ببث هذه الصورة. لم يعتد النظام السوري أن تظهر جرائمه على العلن، لذلك هو حاول بشتى الوسائل خنق هذه الصورة. والنظام السوري كان يعتقد أنه فيما لو تم إيقاف هذه الصورة فأن الثورة سوف تتوقف. وأنا من خلال عملي كصحفي في المؤسسات الإعلامية الرسمية ومن خلال حضوري للعديد من الاجتماعات الرسمية كان هناك حديث صريح بين المسؤولين، حتى أنهم كانوا يخاطبون زوارهم أنهم أوقفوا القنوات الفضائية عن بث اللقطات عن الثورة السورية، وهم لديهم الاستعداد لإيقاف الثورة السورية خلال الأسبوع، وهو يعني أنهم يعني لديهم الاستعداد لارتكاب المزيد من المجازر لإيقاف هذه الثورة. وإضافة إلى الجهد الكبير الذي أبداه الناشطون الإعلاميون في نقل صورة الحدث من الداخل إلى الخارج، نجحوا أيضا في تأسيس منابر إعلامية داخلية حرة كالإذاعات المحلية الصنع والنشرات والمنشورات، وذلك إيمانا منهم بأهمية الإعلام ودوره في ثورتهم. وهم استطاعوا ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما أن ينقلوا ما يجري في سوريا وأن يفضحوا ممارسات النظام وإجرامه بحق شعبه، رغم كل عوامل للتضييق التي مارسها النظام على وسائل الإعلام في نقل الحدث. بالطبع الإحساس بخطر الصورة التي كان ينقلها الناشطون الإعلاميون والصحفيون دفع النظام السوري لملاحقة هؤلاء والتعامل معهم على أنهم جزء من المسلحين. لذلك لاحظنا على امتداد الثورة أن هناك كان استهداف مقصود لهؤلاء الناشطين الإعلاميين ولكل الصحفيين، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير منهم من الشهداء، وكثير من الإعلاميين هم معتقلون، وهناك العدد كبير من الصحفيين غادروا خارج القطر، يقدر عددهم بأكثر من 100 صحفي حتى الآن. صور قتل وتعذيب وملاحقة الناشطين الإعلاميين والصحفيين في سوريا ميزت العام الماضي واحتلت الشاشات العالمية، فمن بين الذين قتلوا كان هناك صحفيون عالميون كالفرنسيين تشيل جاكيه والمصور ريمي أوشيك الذي قتل مع الصحفية الأمريكية الأشهر ماري كولفين، كما تميز بقتل عدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية، هذا فضلا عن استهداف الناشطين العاملين على كاميرا الهاتف الجوال والذين كان النظام يتعامل معهم وكأنهم جزء من المسلحين. وأمام هذا الواقع وهذا الاستهداف الممنهج للصحفيين في سوريا وعلى مرأى العالم كله، يتساءل اليوم الكثير من المراقبين: هل من دور للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي في حماية هؤلاء العاملين في حقل نقل الحقيقة؟ أم أن دورهم يقتصر على توثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقهم فقط؟
وللتعمق أكثر في هذا الملف معنا عبر خدمة سكايب من لبنان السيد جابر بكر أمير سر رابطة الصحفيين السوريين لإلقاء المزيد من الضوء على واقع ما يتعرض له الصحفيون والناشطون الإعلاميون في سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ جابر. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. حبذا بداية لو تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن رابطة الصحفيين السوريين إذا سمحت. نعم، رابطة الصحفيين السوريين هي رابطة تضم الصحفيين السوريين المستقلين الأحرار، تأسست في شباط فبراير عام 2011، وهي رابطة يتم فيها انتخاب هيئة إدارية كل 6 أشهر، كانت الدورة الثانية من قرابة شهر تقريبا. تعنى الرابطة بحماية الصحفيين وتأمين ورصد الانتهاكات التي تقع على هؤلاء الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين يعملون على الأراضي السورية، ولكن هي كرابطة هي رابطة خاصة للصحفيين السوريين فقط. نعم، برأيك ما هو الدور الأساسي الذي لعبه الإعلام السوري في الثورة السورية؟ الإعلام السوري في الثورة السورية انقسم إلى شقين، شق هو شق الإعلام التابع للنظام بشكل مباشر، وهو لعب دور سيء بصيغة من الصيغ، وهو صيغة وهو دور التزوير والكذب والنقل الحقيقة بنقل الحقيقة بصورة مغايرة للواقع، أي استخدام الحقائق لتوجيهها في خدمة رغباته، لتوجيهها في خدمة البرنامج الذي كان يعمل عليه. أما الصحفيين الأحرار والنشطاء الصحفيين الذين وجدوا، أي مفهوم المواطن الصحفي الذي نشط في سوريا بعد ثورة أذار 15 أذار مارس 2011، حقق نقلة نوعية كبيرة جدا، نقل الأخبار الواقع السوري ساعة بساعة ولحظة بلحظة إلى العالم، وشاهدنا النقل المباشر حتى إلى المظاهرات والتظاهرات المدنية التي حققت من درعا طولا إلى القامشلي إلى الحسكة إلى حلب إلى حمص إلى حما، مرورا بكل المحافظات الأراضي السورية. هذا الدور البارز الذي لعبته النشاط الإعلامي الحر في سوريا هو من غطى على فشل الإعلام الرسمي بين قوسين والصحفيين المحترفين السوريين الذين لم يستطيعوا تحقيق هذا الدور الإيجابي. طيب أستاذ جابر، يعني نحن نعلم أن إعلام الثورة السورية قام به كثير من الناشطين الذين لم يكن لهم خبرة إعلامية في السابق، وامتهنوا هذا الخط لتغطية أخبار الثورة ونجحوا فعلا في ذلك. ما هو سبب إحجام الصحفي السوري الحرفي عن المشاركة بهذا العمل برأيك؟ المشكلة لدى الصحفي السوري المحترف أنه تربى في مؤسسات صحفية همها الأول هو الرقابة، وهمها الأول تمجيد القائد والدولة ومفهوم، وهمها الأول النظام وتنميع صورة النظام. فكان من الصعب ومن الصعب جدا أن يخرج هذا الصحفي المحترف من هذه القوقعة الصعبة والقاسية بسهولة، وشاهدنا انشقاق عدد من الصحفيين المحترفين ولكن فترات متأخرة من الثورة، وكان آخرها من حوالي شهر تقريبا، وهو انشقاق لعدد من مدراء في التلفزيون العربي السوري. وهذا الواقع مفهوم، يعني لو ذهبنا إلى بحثنا في خلفيات المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية وحتى خاصة منها، لو وجدنا أنها هي عبارة عن مؤسسات نصف أمنية في أحسن الأحوال، وهذا أعاق عمل الصحفي المحترف الذي تدعى في مفهوم الرقابة، حتى أنه بنى رقابة ذاتية داخله. نعم أستاذ جابر، يعني من خلال متابعتنا نحن لأخبار الصحفيين وخصوصا الذين لقوا مصرعهم في سوريا أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي، يعني وجدنا صعوبة بالغة حقيقة للوقوف على عدد هؤلاء الصحفيين الذين سقطوا بسبب تباين الأرقام واختلاف الجهات التي أحصت هذا الرقم. يعني هل لديكم أنتم في رابطة الصحفيين السوريين رقم دقيق بهذا الشأن؟
الحقيقة سيد الكريم لا يوجد رقم دقيق لعدد الصحفيين أو الناشطين الإعلاميين الذين قضوا حتفهم في سوريا خلال العام الماضي، ولكن بالإحصائيات الأولية نستطيع أن نقول أن لدينا في أقل تقدير 78 صحفي وناشط إعلامي ومواطن صحفي قضوا في هذه الأحداث، إما بالقتل المباشر العمد أو بقتلهم تحت التعذيب، وكان لدينا حالات قتل تحت التعذيب وحالات قتل وحشية، وإما نتيجة النزاع المسلح والاشتباكات. ولكن يلحظ أيضا أن في نهاية مع انتهاء العام 2012 في شهر 12 كان لدينا 3 صحفيين محترفين من التلفزيون السوري قضوا نحبهم إما برصاص قناصة مجهولين أو بانفجارات انفجارات مفخخة. وهذه هؤلاء الضحايا جميعا 78، وهم قد يرقى العدد إلى أكثر، طبعا هم أشخاص فدوا هذه البلاد بدمهم لأجل نقل الحقيقة فقط لا أكثر ولا أقل، وهم ليسوا بأشخاص مسلحين. ولكن الرابطة تعمل ولا زالت تعمل من خلال لجنة الحريات الإعلامية على رصد الانتهاكات، ومن المقرر أن يكون هناك تقرير بوقت قريب يحاول أن يضيء على الانتهاكات التي وقعت خلال العام الماضي، ويشير إلى إحصائيات تم رصدها خلال هذه الفترة. نعم أستاذ جابر، أنتم هل تنظرون لرابطة الصحفيين السوريين على أن يكون لها دور رئيسي في فترة ما بعد سقوط النظام، أم هو دورها آني لهذه الفترة فقط؟ نحن نعتقد أو نأمل في رابطة الصحفيين السوريين، وهذا ما نعمل عليه بذات الوقت، أن نكون بديلا عن نقابة الصحفيين المعطلة أساسا في الواقع الحالي، كما نحن نعمل اليوم كنقابة بديلة عن النقابة المريضة التي تسمى اتحاد الصحفيين، وسنكون في المستقبل النقابة الصحفية إن أمكن البديلة للاتحاد التي تستطيع أن تقدم فعلا النمط الصحفي الحقيقي الاحترافي الحر بذات الوقت. ليس الهدف من أي نقابة أن تقوم بعملية الرقابة كما تقوم الاتحاد، بل الهدف من النقابة أن تحمي أبنائها المنتمين إليها، ونقصد هنا طبعا الصحفيين. رابط الصحفيين تعمل اليوم على تأسيس مجموعة من الأشياء ما تسمى الورقيات، منها القوانين، قوانين حق الحصول في المعلومة، حق الحصول على المعلومة. لدينا كثير من المشاريع نعمل عليها، إن شاء الله ستكون جيدة لمرحلة ما بعد سقوط النظام، وتمهد لواقع إعلامي احترافي حر في سوريا، في مرحلة سوريا الحرة إن شاء الله. طيب أستاذ جابر، هناك كيان جديد تأسس منذ حوالي الشهر تحت اسم اتحاد الإعلاميين والمحررين السوريين، ما هو الفرق بينكم وبينهم؟ سيدي الكريم، أنا بحقيقة غير مطلع على تفاصيل اتحاد المحررين السوريين، ولكن لا يمنع وجود أي نقابة أخرى. البيئة الصحية في أي مجتمع هي البيئة التي تستطيع أن تستوعب العدد الأكبر من النقابات والجمعيات المدنية، على أن تكون متكاملة لا تكون متضادة في الأهداف. ولا أعتقد أن أي مشروع وطني نقابي مدني يصب في خدمة الصحفيين. نحن في الرابطة نرحب به الآن وفي المستقبل، ونتمنى أن نتواصل معهم بوقت قريب، ونرى تقاطع الأفكار ونرى تقاطع التعاون المشترك بيننا. طيب، ما هو الدور الذي تقوم به الرابطة لخدمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين، إضافة طبعا لتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحقهم؟ لدينا مجموعة من الأدوار التي نقوم بها، منها مثلا عمليات التدريب على الافتراضية عبر السكايب لعدد من النشطاء. هناك دورات تسعى الرابطة لأن تقوم بها مؤسسات دولية أو قنوات تلفزيونية دولية أو عربية لنشطاء إعلاميين سوريين في الداخل أو لصحفيين سوريين يعملون في الخارج، أي أننا نعمل على رفع سوية الأشخاص الصحفيين السوريين والناشطين الإعلاميين السوريين، رفع سويتهم المهنية من خلال دورات تدريبية. كما نعمل على التواصل مع النقابات والمؤسسات الدولية في المستقبل ليكون لنا بوابة إلى العالم، لا نكون معزولين بقوقعة تسمى نقابة صحفيين أو رابطة صحفيين، بل أن نكون نحن النقابة التي توصل الصحفي السوري الذي يشهد له بمهنيته العالية
إلى العالمية وإلى المستوى الاحترافي الدولي. نعم أستاذ جابر بكر، نشكر لك هذه المشاركة، كنت معنا من لبنان، شكرا لك ثانية. شكرا جزيلا. شكرا لك.